جاو بحضين اليوم باش نحكيو في ساحة صغيرك على صعوبات التعلم عند الأطفال. دم تحضر معنا أخصائية الطب النفسي عند الأطفال عفيف منصوري. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. صباح الخير، صباح النور لكامل الفريق، مرحبا المستمعين، ولك أنت بالخصوص نحبك برشا برشا. يفضلك، ميرسي بوكو، ربي يخليك. اي قل لي شنقصوا بصعوبات التعلم عند الاطفال، خاطر احنا لي مامون ندخلوا بعضنا، يجيب 12 في بلاصه 15 عنده صعوبه التعلم. لا صافا با درش عنده. وي هو اون سوجي توا يطرح روحه في العائلات الكل. دونك صعوبات التعلم اون فيت، عمليه التعلم ماهيش حاجه يتولد بها صغير، هي تتطلب امكانيات بدنيه ذهنيه ونفسيه تكون سليمه، تتطلب اطار عائلي سليم، تتطلب بيداغوجيا ومحيط مدرسي زاد يكون ملائم للصغير باش ينجم يتعلم. دونك الصغيرات اللي عندهم صعوبات التعلم هما صغيرات رغم اللي هما يقراوا كيفهم كيف اصحابهم، ما يخلطوش على المستوى المتوسط للقسم. دونك هذايا ما يخليهم نقولوا احنا عندهم ديفيكولتي باش ينجم يتعلم كيف وكيف اصحاب. دونك فيها برشا انواع. دونك النوع الاولاني تنجم تكون ظرفيه صعوبات التعلم هذه، بما معنى صغير باش نعطيو امثله، مثلا صغير عنده امراض والا قعد ما يمشيش للمكتب والا غيابات متواصله والا تو اللي قاعدين نشوفوا فيه في السنتين الاخرانيين الكورونا قبل فما الاضرابات والكل. دونك صغيرات هذوما ينجم يكون عنده صعوبه تعلم، مي نعرفوا اللي هما نقولوا احنا بشكل ظرفي، معناها صغيرات هذوما كان نتلهوا به ونأثروه بشكل خاص ينجم يلحق على اصحابه. معناه من الاسباب مثلا انه هذه الظرفيه، من الاسباب انه ما مشاش مريض، ظروف عائليه زادت نجم شوي. بيان سور دونك بيان سور معناها هذا يدخل في في الاطار هذا. وفما صعوبات التعلم اللي تبدا متواصله من التحضيري، نقول لك راهو من التحضيري صغيري ما نجمش يتعلم لا الحروف لا القراءه ونبداو تقعد متواصله على طول الكورسيس سكولار. وفما النوع الاخر اللي هما نقولوا احنا صغير كان يقرا بشكل جيد ومن بعد بدات بشوي بشوي تتراجع الفليشيسمون سكولار، بدات بشوي بشوي تتراجع يتراجع المستوى الدراسي نتاعو. دونك توا يقول القائل شنو هو الاسباب نتاعهم؟ اكزاكتومون اي. دونك الاسباب، اول حاجه فما اسباب مربوطه بالصغير بالطفل، فما اسباب مربوطه بالعائله، فما اسباب مربوطه بالمدرسه والمحيط المدرسي. باش نجيو للطفل باش ينجم يتعلم يلزم بدنيا لاباس، ذهنيا لاباس، ونفسيا لاباس. دونك باش نجيو في البدني الانواع نتاع الامراض الكل ينجموا يعطيو صعوبه التعلم، مي سورتو فما امراض معينه كيما مشاكل الحواس، صغير ما يسمعش بالكدا، صغير ما يشوفش بالكدا، الامراض الهرمونيه، المشاكل نتاع الغده الدرقيه، صغير اللي عنده فقر دم. دونك برشا امراض بدنيه ينجموا يعطيو صعوبه التعلم. الحاجه الثانيه توسكي ذهني، صغير اللي عنده تاخر ذهني، صغير اللي عنده توحد، دونك هذوما ينجم يكون عندهم صعوبات تعلم. اكيد. دونك المشاكل الاخرين بخلاف هذوما اللي هما المشاكل النفسيه. دونك تقريبا كل الامراض النفسيه تنجم تعطينا صعوبات تعلم، مثلا صغير عنده اكتئاب بطبيعته ماكش باش تلقاه ذهنيا حاضر باش يتعلم وينجم يبدا عنده صعوبات تعلم. التوتر، الخوف المدرسي، الذيل الزايد، نقولوا احنا بلا نكدوا عليه. دونك 9 سنين و10 سنين مازال يركض بحال ماماته، هي تلبس، هي توكل، هي تقري. دونك نلقاوهم ديما ينجم في المكتب ما يعطيكش مردود به، خاطر تبدا حتى ثقته في نفسه مهزوزه ويبدا خوف خوف شويه. دونك الحاجات الاخرى اللي هما الاضطرابات الخاصه في القراءه وفي الكتاب اللي هذوما معروفين برشا، اللي هما نحكيو على صعوبات خاصه في القراءه ديسليكسي، صعوبات خاصه في الكتابه ديسورتوغرافي، صعوبات في الحركه يكتب حرف مقلوب عدد مقلوب. فوالا. واللي والحاجه الاخرى الاضطراب الاخر اللي هما الافراط في الحركه وقله التركيز. دونك الافراط في الحركه وقله التركيز، دونك لو نويو ستابل اللي فيه هو قلة التركيز. نجمو نلقاو كما نجمو نلقاوش الإفراط في الحركة في الحركة، ونجمو نلقاو نوع نتاع تسرع. دونك هذوما الأسباب اللي مربوطين بالصغير. كيفاش نتعاملوا تو مع الصغير هذا اللي عنده؟ دونك كيفاش باش نتعاملوا معاه؟ دونك بخلاف الصغير قلنا فما زاد العائله، دونك الطلاق، المشاكل، العرك، العنف، دونك هذوما الكل ينجموا يصابوا. والمحيط العائلي، مثلا انا كان يهزوني للصين ويحطوني ثالثه ابتدائي باش نطلع عندي صعوبات تعلم. دونك لازم النيفو الكل يبدا ادابتي. دونك كيفاش باش نتعاملوا معاه؟ اول حاجه لازم يتم التشخيص، خاطر كيما شفنا كل شيء نجم يعطي صعوبة التعلم، يتم التشخيص بالضبط شنو هو السبب اللي عطانا صعوبة التعلم. دونك الطبيب النفسي ينجم يعطينا التشخيص. ساعات نستحقوا ديزيكسبلوراسيون اخرين كيما معناها كيما يشوفوا طبيب اعصاب، كيما نعملوا تخطيط دماغي، كيما نعملوا تحاليل نتاع دم. دونك فما حاجات نجموا نعملوهم باش يتم التشخيص النهائي. ومن بعد كيفاش باش نتعاملوا معاه؟ اول حاجه باش نفسروا للعائله شنو هو القلق وسبب الصعوبات اللي عند الصغير. ثاني حاجه باش نحاولوا نخليوا له سيستم، معناها المدرسه
السدابت للصعوبات نتاع الصغير. مثلا صغير عنده مشكله في الخط باش نعطيه وقت اضافي باش نخليه نقول احنا امتحاناته تكون مبسطه اكثر باش يكون فيها اكثر اربط نعاونوه يعني نعاونوه. مش خاطر ما عنده صعوبات نزيدوا نحطوا التالي دونك ساعات نشوف معناها صغيرات بالحق معناها يعاني في معاناه كبيره خاطر صغيرات مثلا اللي عنده اضطرابات في التعلم تلقى مستوى الذكاء نتاعو عادي وطبيعي ساعات حتى خير من الصغيرات العاديين لكن انت عنده مشكله عضويه في المخ نتاعو ما تخليش ينجم يقرا بشكل سليم دونك الصغيرات هذوما يبداو سنسيبل اكثر خاطر يبدا حاس بالصعوبه اللي عنده لكن تيرا في الناس الاخرين ماهوش فاهمينهم معناها تقعد تقري فيه حتى بالخمس سنين ومن الاخر ما ينجمش حتى يتعلم يقرا دونك هذوما بالطبيعه السيستم يلزمو يسادابت للصغيرات هذو دونك هذه مهم برشا باش نجيو للعلاج بالطبيعه فما تدخل نتاع الاخصائي النفسي الحركي اخصائي في تقويم النطق اخصائي في العلاج الوظيفي الطبيب النفسي اللي باش يتم المتابعه النفسيه لحاله الصغير وباش يزيد ياثر العائله وكان لازم يدخل حتى على مستوى المدرسه باش ينجم يفسر لهم الصعوبات اللي عند الصغير هذاك كيفاش نتعاملوا معاه دونك هذا الكل يلزم يكون ملائم للصغير باش ينجم يتعدى هالصعوبات هذه في التعلم العائله مهمه والمدرسة مهمه شكرا لك دكتور عفيف منصوري بارك الله فيك اخصائيه الطب النفسي للاطفال بارك الله فيك على التوضيحات هذه الكلها